السلام عليكم. تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة بالمناطق الشرقية والوسطى مع تساقط ثلوج على قمم الجبال الشرقية والوسطى من البلاد. وحسب النماذج الرقمية لذات المصالح، ستشهد المناطق الغربية للوطن طقس مشمس إلى ممطر، وبخصوص درجة الحرارة ستتراوح بين 15 و20 درجة بالمناطق الساحلية و9 درجات و17 درجة بالمناطق الداخلية، في حين سيكون الطقس مشمس بالمناطق الجنوبية مع تسجيل درجة حرارة تتراوح بين 18 و33 درجة، فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كم/ساعة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.